بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام مع الآيات، قوله تعالى ليس بأمانيكم، إلى قوله سبحانه وكان الله بكل شيء محيطا. وقد أسلفنا الكلام في الحلقة السابقة على الآية الأولى، وانتهى بنا إلى قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والمراد بالصالحات الأعمال الصالحة، وهذا في مقابل ما ذكر في الآية الأولى من يعمل سوءا يجزى به. فالإنسان لا يخلو، إما أن يعمل سوءا وإما أن يعمل صالحا، لا يخرج أحد عن هذا إلا المجانين الذين ليس لهم عقول. أما العاقل من بني آدم فلا يخلو من أحد الحالين، إما أن يعمل سوءا وإما أن يعمل الصالحات. فالذي يعمل السوء يجزى به، والذي يعمل من الصالحات فإن الله عز وجل يكرمه ويجزيه الجزاء الأوفى. ولهذا قال من يعمل من الصالحات، من الصالحات، وليس المراد أنه يستقصي كل الصالحات لأن هذا لا يستطيعه أحد، وإنما يعمل من الصالحات ما يستطيع، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عما لا يستطيعه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، هذا فيه أن الذكر والأنثى سواء في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يفترقون في هذه الدنيا في بعض الأحكام، فكل من الجنسين له أحكام تليق به. وأما في الجزاء والواجبات والمحرمات فإن الذكر والأنثى سواء، يعاقبون على سيئاتهم ويكرمون على طاعاتهم، لا فرق بين ذكر وأنثى. ولهذا قال من ذكر وأنثى وهو مؤمن بهذا الشرط، لأن بعض الناس قد يتظاهر بالأعمال الصالحة ولكن ليس في قلبه إيمان، وهذا كالمنافقين الذين يتظاهرون بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وإنفاق، ولكن ليس في قلوبهم إيمان، وإنما يعملون هذه الأعمال تصنعا ونفاقا. فهذه الآية أخرجتهم، وشرطة يكون من يعمل الأعمال الصالحة من أهل الإيمان واليقين والاعتقاد الصحيح. ولهذا قال العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فلا بد من اجتماع هذه الأمور، قول باللسان وعمل بالقلب واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، يدخلون الجنة، فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بالعمل،
والعمل سبب لدخول الجنة وليس موجبا لذلك، وإنما هو سبب. ولهذا قال فأولئك يدخلون الجنة، كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أولئك يدخلون الجنة دخول إكرام وخلود، كما قال تعالى ادخلوها بسلام آمنين. دخول لا يأتي بعده خروج، فهم لا يخرجون منها أبد الآباد، يكونون آمنين مطمئنين فيها، سالمين معافين أبدا دائما خالدين فيها. فأولئك يدخلون الجنة، والجنة المراد بها في اللغة ما التف من الأشجار والظل والقصور والأنهار الجارية، هذه هي الجنة. وتجمع على جنات، جنة وجنات، لأنها جنات كثيرة ومختلفة، وهي درجات عند الله سبحانه وتعالى. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، والمراد به هنا أنهم لا ينقصون من أعمالهم شيئا، ولا يترك شيء من عملهم الصالح بدون جزاء، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا يظلمون نقيرا. والنقير هو النقرة التي تكون في ظهر النواة، نواة التمر، وهذا أقل شيء. وأما الفتيل ولا يظلمون فتيلا، فهو الخيط الرقيق الذي يكون في فلق النواة، هذا الفتيل. وأما القطمير فهو لفافة النواة، وهذه الأمور أقل شيء. ولا يظلمون نقيرا أي أقل شيء. الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولا يضيع أجر المحسنين. ففي هاتين الآيتين مقارنة بين أعمال الناس وجزاء الناس. في الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ على السيئات وإن صغرت، من يعمل سوءا يجزى به. وفي هذه الآية أن الله تعالى يجزي على الحسنات وإن قلت، يجزي الجزاء الأوفى والمضاعف منه سبحانه وتعالى. وهذا مما يحفز المسلم على الحذر من السيئات، وأن لا يحتقر منها شيئا، وأن يعمل الصالحات ولا يحتقر منها شيئا، ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.